ازي حضرتك يا استاذ اسلام؟ انت خدت الجايزه بالفلوس دي، بس انت مش هيصلح لك ان انت تروح تشارك في البطوله اللي هتاهلك لمستر اولمبيا. انت كاسلام كرطان، احنا عارفين ان هو بيزنس مان وتخصصه في حته تانية بعيده عن الموضوع ده، بس ظهورك في الحته دي كان ظهور للظهور الرياضي ولا كانت مساحه لما يدور حواليك اليمين دول العمل السياسي؟ يقال ان انت دفعت 3 مليون جنيه في الصفحه دي. هذا سؤال صعب جدا. بالنسبه للخيول، انت ما شاء الله عندك خيول، بس اكيد بتحب واحد فيهم. مين اللاعب اللي انت بتحبه في تيم كيوسكو؟ اسئله التكل ده خميس على فكره من اول ما بدأنا.